زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان الخطوبه وعد بالزواج مش جواز، بالتالي مفيش اي اثار من اثار الزواج تترتب على الخطوبه، يعني العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه ينتج عنها حاجات معينه بينهم، تمام، ينتج عنها علاقه معينه بينهم. العلاقه دي مش موجوده عندي في الخطوبه، لسه هما الاثنين اجانب عن بعض، بالزبط. لسه هما الاثنين مش مع بعض، لان باختصار شديد ممكن في يوم الاثنين ينفصلوا بالظبط. فما فيش الولد ليس له سيطره على البنت، وليس واجب على البنت حق الطاعه للولد في فتره الخطوبه، الطاعه دي هناك في بيت الزوجيه، لكن البنت في بيت اهلها لسه تحت سيطره وولايه ابوها وامها، ولايه اهلها، فبالتالي الولايه الكامله على البنت هنا لمين؟ لاهلها، لاهلها مش بالزبط. لزوجها. آه. عكس بعد الزواج الولايه تنتقل للزوج وليس للاهل. آه. فهنا تدخل الولد في شؤون البنت في فتره الخطوبه ده امر مرفوض. محاوله السيطره على البنت في فتره الخطوبه امر مرفوض، ما ينفعش. الخطوبه مش قايمه على الامر والطاعه، ودي نقطه مهمه جدا. الخطوبه ايه؟ مش قايمه على الامر والطاعه، يعني مش الولد لسه. مش الولد هيامر وانا والبنت انفذ، يجب عليها تنفذ، لا، البنت تخضع لوليها.